أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي ضرورة إيجاد مسارات تعاون جديدة للبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية واستمرار تضافر الجهود الداعمة للمصالح المشتركة. وأشارت معاليها إلى أن البرلمانات تعتبر شريكا فاعلا في تشكيل التصورات والبرامج والخطط التنموية التي تعمل على تنفيذها الحكومات، بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للدول والشعوب العربية. ونوهت معاليها أن مساندة القضايا العربية والدفاع عن المصالح المشتركة يقع ضمن أولويات عمل البرلمانات العربية، مشيدة بالمستويات المتقدمة من التنسيق والتعاضد بين البرلمانات وتأصيل التشاور والحوار الفاعل بشأن الموضوعات المختلفة، وخصوصا ما يطرح أمام المحافل البرلمانية الدولية. جاء ذلك خلال ترأس معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد اليوم في جزيرة بالي بجمهورية اندونيسيا الشقيقة ضمن أعمال الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي. وذكرت معالي رئيسة الاتحاد البرلماني العربي أن التحديات التي تواجهها الدول العربية والمحاولات المستمرة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها تتطلب تعزيز التكاتف والعمل المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين برلماناتها ومجالسها التشريعية. هاي الاجتماعات حقيقة مهمة لتعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات والمجالس التشريعية في الوطن العربي، وأيضا لمناقشة الآراء والأفكار اللي تتبناها البرلمانات العربية تجاه القضايا الكثيرة اللي يتم مناقشتها على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي. ونحن في الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين نحرص دائما على المشاركة والتفاعل في مثل هذه الاجتماعات، ونأكد من خلال هذه الاجتماعات أهمية الشراكة والتكاتف بين البرلمانات العربية، خصوصا مع تزايد التحديات اللي تحيط في الوطن العربي سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.